صباح الخير يا كنيسة يا جميلة، عشان قلت جميلة رديتوا عليا. طب صباح الفل يا أحلى كنيسة. في قلبي تحية من ربنا كده اللي قالها لشعبه وقالها في سفر الرؤيا: سلام لكم ونعمة من الكائن والذي كان والذي يأتي، من رئيس ملوك الأرض يسوع المسيح. سلم على اللي جنبك وقول له سلام ونعمة ليك النهاردة، سلام ونعمة ليك النهاردة، من ملك الملوك، من رئيس ملوك الأرض، من البكر من الأموات، من الشاهد الأمين، من يسوع المسيح. في قلبي رسالة النهاردة من ربنا مشجعة جدا، والرسالة دي أنا أعتقد أن كلنا محتاجينها. أنا كنت هكمل على الأسيس سامح قاله الأسبوعين اللي فاتوا، بعدين كده الصبح بدري حاجة قومتني من النوم على شاهد كتابي، فقعدت قريت وصليت، وبعدين عصام بعت لي رسالة الصبح كده على 5:30، ومتعود يبعت لي رسالة، فقلت له صلي لي عشان أعرف اللي قاله لي ربنا عامله وعظة، يا إما الدنيا هتبوظ خالص. اسمحوا لي نقف مع بعض، هنقرأ جزئين من الكتاب، هنقرأ مزمور 23 كلنا مع بعض بصوت عالي، مزمور 23 كلنا هنقرأ مع بعض بصوت عالي، وبعد كده أنا هقرأ جزء تاني. مزمور 23 خلونا نقرأ مع بعض بصوت واحد. الرب راعي فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربدني، إلى مياه الراحة يردني، يرد نفسي يهدني إلى سبل البر من أجل اسمه. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني. ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية، مسحت بالدهن رأسي، كأسي ريا، إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. أقرأ كمان جزء معاكم من سفر الملوك الأول أصحاح 20 ومن عدد 22. فتقدم النبي إلى ملك إسرائيل وقال له: اذهب تشدد واعلم وانظر ما تفعل، لأنه عن تمام السنة يصعد عليك ملك أرام. وأما عبيد ملك أرام فقالوا له: إن آلهتهم آلهة جبال، لذلك قووا علينا، ولكن إذا حربناهم في السهل فإننا نقوى عليهم. أقرأ كمان من عدد 28. فتقدم رجل الله أو النبي وكلم ملك إسرائيل وقال: هكذا قال الرب، من أجل أن الأراميين قالوا أن الرب إنما هو إله جبال وليس هو إله أودية، أدفع كل هذا الجمهور العظيم ليدك فتعلمون أني أنا الرب. غمض عينك وانت واقف النهاردة وقول له: كلمني يا رب النهاردة، كلمني كلمني كلمني، أشكرك لأنك حاضر ولأنك موجود، أشكرك لأنك جاي تكلمنا بلا استثناء يا رب الجميع النهاردة، صغار وكبار يا رب اللي في الكنيسة وأمام الشاشات. أنا بشكرك لأن كلمتك لا ترجع إليك فارغة، أشكرك لأن كلمتك هي كلمة الحياة يا رب النهاردة، كلمة من عندك يا رب، كلمة تجاوب أسئلتنا، كلمة تغيرنا، كلمة تعزينا، كلمة تشجعنا. أنا مصدق فيك يا رب النهاردة، لن نخرج فارغين من محضرك يا رب، لكن النهاردة هتأتي برياح الروح القدس علينا وتكلمنا رب، مقدار الإيمان يزيد فيك النهاردة باسم المسيح. أعظمك وأعطيك كل المجد، أمين. تفضلوا استريحوا. العنوان اللي حطيته للعزة النهاردة، مش بحط عناوين، لكن النهاردة سميته إله الجبال والأودية. إله الجبال والأودية. الأسبوعين اللي فاتوا الرب كان بيكلمنا عن إزاي نعيش في حياة القداسة، وإن القداسة أعيش مخصص مكرس للرب، حامل كلمته وحامل صفاته وحامل رسالته، حامل كلمة المصالحة. والأسبوع اللي فات الأسيس كمان كمل وكلم معنا عن بركات إن إحنا نعيش لمدح مجده، وقال أربع بركات: أن نكون قديسين، أن نكون أبناء، إن في حكمة وفطنة من الروح القدس، وفي ختم الروح القدس مختومين بختم الموعد. كلام حلو عايزين نعيشه، بس في مرات كتيرة بنكتاس في ظروف صعبة وضيقات وتحديات في الحياة وما بنقدرش نعيش الرسالة دي. لكن النهاردة الحق اللي ربنا مشجعني أتكلم عنه النهاردة، لو فهمناه، لو الحق ده اخترقنا، لو صدقناه، نقدر نعيش الرسالة دي والدعوة دي، ونكون ناس بتعبر عن المسيح في حياتنا، في سلوكنا، في كلماتنا، ونقدر نحمل كلمة المصالحة. حق كتاب النهاردة عايزين نتكلم عنه. الجزء اللي قريته معاكم في سفر الملوك أصحاح 20 قصة رهيبة
عن يد الله القديرة. في سفر الملوك 20 لما تقرأ القصة، حدثت القصة دي أيام الملك أخاب ملك إسرائيل. كان في ملك أرام عمل اتفاق مع 32 ملك تاني عشان يحاربوا ملك أخام. ولما تقرأ القصة تلاقي أنه أخاب بيقول لربنا أعمل إيه، فربنا قال له في 232 واحد من قواد المقاطعات أو الكبار، هاتهم وهات الناس بتاعتهم. فطلع عددهم 7000، وتقريبا الجيش الثاني بتاع ملك أرام وال32 ملك حوالي 100,000، هتبقى مدبحة 100,000 بيحاربوا 7,000. وربنا يصنع أمر عظيم ومعجزة تطن لها الأذان، إن أخاب وشعب الله يكسب أرام بكل جنوده مع 33 ملك هو و32 واحد تاني، هزيمة مريرة. تعدي سنة ويجي الجنرالات بتوع ملك أرام، ولو سيبك من الملوك دي، تعرف إحنا تزمنا ليه؟ أصل إحنا حاربنا على الجبال، والإله ده بتاع الجبال، إله الجبال، بس إن آلهتهم آلهة جبال، علشان كده قدروا علينا. طول وهم منتصرين، طول وهم منتعشين روحيا، هيقدروا يكسبوا المعركة، هيقدروا ينتصروا. لكن إحنا نستناهم لما ينزلوا الوادي، ولما ننزلوا الوادي ندكهم دك. آه، كذبة كبيرة إبليس بيكذبها. ربنا موجود في قمم الجبال فقط، وإنت في الهيكل بس، وانت كويس بس، وانت بتصلي بس، وانت منتعش بس، وانت فرحان بس. ربنا موجود معاك في احلك الاوقات، في الوادي، في الازمنه الصعبه، في ازمنه الضيقات، في ازمنه الاحتياج، في ازمنه المرض، ربنا موجود. ابليس بيكذب طول الوقت. مش كده ربنا قال للنبي روح قول لاخاب، قول له انما الرب انما هو اله جبال وليس هو اله اوديه، ادفع كل هذا الجمهور العظيم ليدك فتعلمون. مين اللي يعلم؟ مش ارام، انتوا تعرفوا ان انا الرب، ان موجود في كل الاوقات وكل الازمنه، ولا يعصر علي امر. انا مش هعمل المعجزه دي علشان ارام، لا، انا هعمل المعجزه دي عشانكم، عشان انتوا تصدقوا، ما تصدقوش كذب ابليس، تصدقوني ان انا مش اله جبال فقط، لكني اله اوديه ايضا، اله الازمنه الصعبه واله ازمنه الضيق. وده اللي بيعمله ابليس دايما. ابليس على فكره، ابليس فقير جدا في اللغه، القاموس الكلمات بتاعته ما فيهوش كتير، في كلمتين مشهورين قوي بيكررهم. الكلمه الاولى اللي يقول لك انك مش هتقدر، الوقت اللي انت بتعدي فيه ده ما تقدرش تعيش لربنا، الوقت ده مش هتخرج منه، الوادي ده هتغرق فيه وهتموت فيه، دي الكلمه الاولى اللي عنده. الكلمه الثانيه، هو مش هيعمل حاجه، هو بتاع الجبال. لما تبقى كويس، لما تبقى مؤدب، لما تبقى قديس، لما تبقى طاهر، هيبقى معاك لما تطلع الجبل. ده الكذب اللي ابليس بيكذبه علينا، واحنا للاسف مرات بنصدقه. عشان كده لما بنكتاس في ازمنه صعبه، لما بنكتاس في تحديات، لما بنكتاس في اوديه، بتخور قوانا، بتخور قوانا، بنفقد ايماننا ونقول له اصل هو هناك وانا مش قادر اطلع له. لا يا حبيبي، أنا إله الجبال وإله الأودية، أنا اللي معاك طول الوقت وطول الزمن. هقول معاكم كلمتين عن الأودية، وهقول عن شوية أودية بنكتاس فيها أو هنكتاس فيها، بتنبأ لك يعني، وهقول لك تعمل إيه في الأودية دي عشان تختبر يد الله القديرة. الأودية اتذكرت في الكتاب المقدس مرات كتيرة قوي قوي قوي، الكتاب اتكلم عن أودية كتيرة جدا. والأودية عبارة عن مكان منخفض أو سهل خصب بتجري فيه المية، مكان واطي من الأرض. لكن في كلمة الله الأودية بترمز في بعض المواقع الكتابية، بترمز لبعض المعاني وبعض الصور وبعض التشبيهات. وأكتر تشبيه وأكتر صورة بتعبر عن الأودية هي أوقات الضعف، أوقات التحديات، أوقات الضيقات، أوقات الاحتياج، أوقات الأزمات. الكلمة دي بتعبر عن الأوقات اللي احنا بنكتاس فيها، وكأن ربنا عايز يقول لك النهاردة، ويقول لك النهاردة في الأودية أنا موجود، في وقت الاحتياج أنا موجود، في وقت الأزمة أنا موجود، في وقت الضيق أنا موجود، في وقت المرض الجسدي أنا موجود، في وقت الاكتئاب أنا موجود، أنا موجود، أنا موجود، أنا إله الأودية. في ثلاث حاجات مهمة أو لازم نعرفها عن الأودية. الحقيقة الأولى، وأرجوك ركز معايا، والكلام ده من كلمة ربنا ومن الخبرة الإنسانية، الحقيقة الأولى عن الأودية إن هي جزء من الحياة اللي إحنا بنعيشه. الأودية جزء لا يتجزأ من الحياة اللي إحنا بنعيشها. الكتاب قال كده. الكتاب قال في العالم سيكون لكم ضيق. قال لنا. قال في أودية. قال في ضيقات تكتازوا فيها. أيا كان نوع الضيق، لكن قال في ضيقات.
اتكلم على ألام الزمان الحاضر، اتكلم ان الزمان الحاضر اللي احنا عايشين فيه، لان العالم ده وضع في الشرير، لان اللي بيحكم رئيس هذا العالم سارق ولص، هنكتاز في ألام وفي ضيقات وفي أودية. فالأودية جزء من الحياة اللي احنا بنعيشها. وما اعتقدش في واحد من اللي موجودين هنا في الكنيسة او من الشاشات لم يكتاز في وادي او اكتر في حياته. مفيش انسان فضل عايش على الجبل طول الوقت، لكن في مرات في جبال ومرات في ايه أودية. في آية غريبة قوي في تثنية 11 وعدد 11، لما ربنا وعد الشعب بالأرض دي، أرض الموعد التي تفيض لبنا وعسلا، دي مكان، المكان اللي ربنا عايزهم يروحوه، دي خطة الله، دي مشيئة الله للشعب إن يدخل الأرض. بص قال عن الأرض دي إيه، قال الكلمات دي عن الأرض: بل الأرض التي أنتم عابرون إليها لكي تمتلكوها هي أرض جبال وبقاع، فيها قمم وفيها بقاع. مع أن دي أرض الموعد، المفروض تبقى جبال بس، المفروض تبقى بس كلها في الارتفاع، ما يبقاش فيها أودية خالص، ما يبقاش فيها ضيقات خالص، دي أرض بتفيض لبنا وعسل. قال لهم الأرض اللي أنتوا داخلينها، الحتة اللي أنا موديكوا ليها حسب مشيئتي، الأرض دي فيها جبال وفيها بقاع. عايز أقول لك حاجة، إذا كنت تكتاز في وادي أو أكتر، هذا لا يعني أنك خارج المشيئة الإلهية ولا خارج خطة ربنا. إذا اكتست في ضيقات معينة، تحديات معينة، أزمات معينة، أوجاع معينة، أمراض معينة، هذا لا يعني أنك خارج المشيئة الإلهية. الأرض الموعد كانت في مشيئة ربنا للشعب، صح؟ بس كان فيها جبال وكان فيها بقاع. الأودية جزء من الحياة التي نعيشها، جزء لا يتجسد. في بطرس الأولى 4:12 بيقول: أيها الأحباء لا تستغربوا البلوى المحرقة التي بينكم، حادثة لأجل امتحانكم، كأنه أصابكم أمر غريب. ده طبيعي، جزء من الحياة، جزء من الحياة. الحقيقة الثانية عن الأودية، هذه الأودية يختبرها كل البشر بدون استثناء. الأودية دي والأزمنة دي بتاعت الضيقات والتحديات والأوجاع والأمراض يختبرها كل البشر بدون استثناء. لا يمكن أن تتجنبها، ولا يمكن أن تحصن نفسك منها، ولا يمكن أن تعزل نفسك منها، لا يمكن. كل البشر يختبروها. في رومية أصح 8:21 بيقول: فإننا نعلم أن كل الخليقة تئن، كل الخليقة، مش بعض الخليقة، كل الخليقة بتئن. مفيش استثناء، مفيش استثناء من الاكتياز في الأودية. بس أنا مؤمن، بس أنا بحب ربنا، بس أنا بخدم ربنا، بس أنا ممتلئ بالروح القدس. عارف مزمور 34:19 بيقول إيه؟ كثيرة هي بلايا الصديق ومن جميعها ينجيه الرب. كتير، أنت مؤمن ده كتير، في أودية كتير، بس هنتكلم عن ينجيه الرب دي، وهنشوف يد الرب الصالحة القوية في الأودية. لا استثناء، ما فيش حد على كوكب الأرض دي لن يكتاز في هذه الأودية، لأننا بنعيش في عالم شرير. الحقيقة التالتة عن الأودية، ودي أصعب حقيقة في الأودية، هذه الأودية لا يمكن توقعها. هذه الأوقات والأزمنة بتاعت الضيقات والأزمنة الصعبة لا يمكن أن تتوقعها، ما ينفعش تخطط لها، ما ينفعش تقول ده زمن أودية وده زمن جبال. بتجيلك كده فجأة، بغتة، عارفين بغتة دي؟ تبقى في حالك كده، تبقى زي الفل قاعد ويومك لطيف قوي، يجي لك تليفون ينكد عليك، صح؟ يجي لك إيميل تحط إيدك على خدك، تسمع خبر يخليك تنهار وتكتئب فجأة. ما ينفعش تخطط للمصايب، ما ينفعش نخطط لها، صح؟ يعني مثلا تخيل معايا كده، أنت النهاردة بقالك أسبوع ظروفك كويسة وصحتك كويسة وعيالك كويسين ومراتك كويسة والشغل كويس والبزنس كويس، فتقول الزمن ده كويس، يا رب أنا عارف إن أنا لازم أكتسف أودية، ما تديني وادي كده وصلحه، اديني اليومين دول أقدر أخد لي وادي كده أو اتنين. ينفع نعمل كده؟ لا. ودايما الأودية دي أو الأزمنة دي بتيجي في أوقات إحنا مش عايزينها تيجي، فيه أوقات إحنا مش مستعدين ليها. في مثل بيقولوا، مثل مش آية، ها، المصائب لا تأتي إيه؟ لا، دي بتيجي مرة واحدة، لا تأتي فرادة يكبسوا عليك، صح؟ هو أنا ناقص؟ هو رب أنت؟ واحد قال لي كده الأسبوع اللي فات، كنا في جروب فبيسألني، بقول له عندي سؤال مش لاقي له رد، هو ربنا ما عندوش حد غيري؟ هو ما فيش حد غيري؟ بريك، أنا عايز بريك، أشم نفسي ويكمل، هو ما فيش في الدنيا دي غيري؟ هم بيجوا كده. هذه
الأودية لا يمكن التنبؤ بها أو توقعها أو التخطيط لها. أمثال 27 عدد 1 بيقول الكلمات دي: لا تفتخر بالغد لأنك لا تعلم ماذا يلده يوم. ثلاث حقائق عن الأودية، جزء من الحياة. أنا بقول لك ليه الكلام ده، عشان اللي جاي ده مهم. هي جزء من الحياة لا يمكن أن تتجنبها ولا يمكن أن تتوقعها. ليه بقول لك الكلام ده؟ عشان تبقى مستعد، عشان تبقى مستعد، عشان ما تجيش لما تيجي تكتشف وادي تقول فين ربنا. لا، ربنا قال لنا أنها جزء مش ينفع تعزل نفسك عنها، لا تتوقعها. هشارك معاكم أربع أو خمس أودية بسرعة قبل ما أتكلم عن إله الأودية. يمكن تكون بتكتس فيها الأيام دي، أو هتكتس فيها الأيام الجاية، أو لسه خارج منها. مش ربنا عايز يعدك؟ مش ربنا عايز يقولك أنا في الأودية دي اللي هشاور لك عليها أنا موجود، أنا في الوادي ده. أول وادي عايز أتكلم عنه بسرعة، وادي في سفر التكوين أصحاح 14. اسمه وادي سديم أو سدم بالإنجليش، سديم. في تكوين 14، مين شاف في فيلم مشهور أو اسمه The Lord of the Rings؟ ما عرف شاف الفيلم ولا شاف القصة. كنت بتكلم على حرب خمس جيوش بتحارب وكده. في تكوين 14 تسعة بقى مش خمسة، حاجة تعقد. في أربع ملوك، أو ملك بالذات، ملك علام اسمه قدر لعمر، كان سيطر على سدوم وعمورة وخمس ملوك تانين، خمس مدن تانين بخمس ملوكهم لمدة 12 سنة، وعمل تحالف مع ثلاث ملوك تانين، فأربعة ضد خمسة. والخمس ملوك دول بعد 12 سنة في السنة 13 تمردوا وقالوا احنا هنحارب قدر لعمر ده، عايزين نخلص من سلطانه ونطلع من القبضة الحديدية بتاعته. هقرأ من عدد 8: فخرج ملك سدوم وملك عمورة وملك إدمة وملك سوبيم وملك بالع، الخمس ملوك دول التي هي صغر، ونظموا حربا معهم في عمق السديم أو في وادي السديم مع قدر لعمر ملك علام وتدعال ملك جويم وأمرافل ملك شنعار وإيروك ملك الأسار، أربعة ملوك مع خمسة. وعمق السديم، دي بقى الحتة المهمة، أو وادي السديم، كان في أبار حمرة كثيرة، فهرب ملك سدوم وعمورة وسقط هناك، والباقون هربوا من الجبل. أقرأ لك الآية دي في ترجمة تانية، بيقول: وكان وادي السديم مليئا بأبار الزفت، فاندحر ملك سدوم وعمورة وسقط بينها. إيه القصة بتاعت وادي سديم دي؟ ملك سدوم وعمورة عندهم مسؤولية، عندهم دور، عندهم حاجة يعملوها. إيه اللي حصل؟ هربوا وجريوا عند وادي سديم، وهم بيجروا بيهربوا وقعوا في أبار زفت وسقط بينهم. وقعوا في الزفت، وقعوا في الوحل. عارفين واحدة من خصائص الزفت إيه؟ حد مشي على الأرض وهما بيسفلتوها تحسها بتلزق، صح؟ بتلزق. ولما تقع في بير زفت بقى تتنقع فيه متعرفش تطلع، تبقى مرمي فيه. ملك سدوم وملك عمورة هربوا زي ناس كتير قوي بتهرب، اللي بيهرب من ربنا واللي بيهرب من دور. وهو بيهرب، في ناس بتهرب وتنام، في ناس بتهرب وتجري، بس وانت بتجري بتقع في أبار حمرة أو أبار زفت، حاجة تكسف. الملك المفروض يحارب وما يهربش من المعركة، يهرب ويترمي الرمية دي. وأنا وإنت كأولاد لربنا، وإنت يلي اتخلقت على صورة ربنا، بتهرب من ربنا مرات وتقع في الوادي ده. بس عندي ليك خبر جميل قوي، حتى لو وقعت في الوادي ده زفت، في إدمان معين،
في نجاسة معينة، في علاقة أسمة، في علاقة خارج إطار الجواز، في 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 سمي الوادي ده، سمي الزفت اللي وقعت فيه ده إيه. عندي ليك النهاردة خبر كويس، ربنا يقدر يطلعك من وادي سديم، ربنا يقدر ينتشلك ويحررك. عملها مع المرأة الزانية، عملها مع المرأة الخاطئة، عملها وحرر وفك. إن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرار. لو أنت وقعت في وادي كده، لو أنت مربوط بخطية كده، لو أنت بعدت عن ربنا قوي وقعت في أبار كده وتأيدت وبقت عندك قيود كثيرة، يسوع بيحرر، يسوع بيحرر وبيفك وبينتشل وبيطلع. ده إله الأودية، ده مش هناك مستنيك لما تنضف، لا لا لا، ده هو جه ونزل عشان يطلعنا من وادي اسمه وادي إيه؟ سديم، وادي الزفت. ولو أنت ده اللي جواك النهاردة، شعورك كده أنك واقع في بير زفت ومقيد ومربوط، عايز أقول لك يسوع يحررك النهاردة. ده وادي القيود، ده وادي السقوط، ده وادي الهروب. ده الوادي، ده الوادي ده بيعبر عن السقوط والهروب. ربنا عايز يقومك من سقوطك، وربنا عادي ينادي عليك من بعدك. وادي تاني بسرعة، في سفر العدد جزء مشهور جدا في أصحاح 13. تفكرين الشعب قعد في أرض مصر تحت العبودية 400 سنة، بعدين ربنا دعا موسى أنه يطلع الشعب من قدام فرعون ويطلق، قل له روح لفرعون اطلق شعب ليعبدني، وعبروا البحر الأحمر ومشيوا في الطريق لدخول أرض الموعد، الأرض اللي تفيض لبنا وعسلا. والسكة دي تاخد لها أسبوعين ثلاثة، قعدوا 40 سنة. لكن في نهاية المطاف قربوا من الأرض، وعند مشارف الأرض ربنا كلم موسى في سفر العدد أصحاح 13 وقال له ابعت رجال يتجسسوا الأرض. فبعت كم واحد؟ 12 واحد أسمائهم مسجلة في سفر العدد أصحاح 13. أشهر اثنين فيهم كان مين؟ كالب ويشوع. كالب ويشوع أشهر اثنين. وصلوا الجواسيس ال 12، دخلوا الأرض يتجسسوها. عدد 23 بيقول إيه؟ وأتوا إلى وادي أشكول أو أسكول. وصلوا جوه الأرض عند وادي اسمه وادي أشكول، وقطفوا من هناك درجونة بعنقود واحد من العنب، وحملوه بالدكرنة بين اثنين مع شيء من الرمان والتين. عمركم شفتوا عنقود عنب اتنين رجالة بيشلوه؟ عارفين أبو لمعة بتاع زمان ده، احنا العنب عندنا قد ده، مش أبو لمعة دي الحقيقة. هم عارفين شالوها ازاي؟ جابوا عصاية علقوا في نص العصاية دي عنقود العنب، وراجل من قدام وراجل من ورا شايلينها وماشيين بيها، وجابوا بقى معهم شوية تين وشوية رمان وراحوا. لما راحوا عند وادي أشكول ده، وبعدين رجعوا في عدد 27 يقدموا التقرير لموسى، وأخبروه وقالوا قد ذهبنا إلى الأرض التي أرسلتنا إليها، وحقا بصوا الكلام تفيض لبنا، ما هم جايبين عنب، تفيض لبنا وعسل. الكلام اللي قاله ربنا صح يا جماعة. تخيل يا موسى اللي ربنا قاله على الأرض دي طلع مظبوط. إحنا شفنا بعنينا أن الأرض دي تفيض لبنا وعسلا، وهذا ثمرها. أدي الدليل أن الأرض دي تفيض لبنا وعسلا. حلو قوي، ندخل بقى الأرض، اسمع بقى اللي جاية. غير أن، ولكن بقى تحط تحتيها بقى 500 خط. غير أن الشعب الساكن في الأرض معتز، والمدن حصينة عظيمة جدا، وأيضا قد رأينا بني عناق اللي كنا بنسمع عنهم. عدد بقى 33 وقد رأى عدد 32، فأشاعوا مزمة الأرض التي تجسسوها في بني إسرائيل قائلين الأرض التي مررنا فيها لنتجسسها هي أرض تأكل سكانها، وجميع الشعب الذين رأينا فيها أناس طوال القامة. كل الناس طويلة مش زي حالاتي، كلهم طوال، كل اللي قبليهم حاجة كده 3-4 متر قدام، وبني عناق وجبابرة، والأرض بتأكل سكانها. فكنا في أعيننا كالجراد، وهكذا كنا في إيه؟ في أعينهم. وادي أشكول، وادي الخوف. الرب بيقولك أنا موجود في الأودية، الرب بيقولك أنا صالح، الرب بيقولك أنا بأشفي، الرب بيقولك أنا بغير، وانت تقوله لكن انت تقوله ولكن التقارير زفت، ولكن اللي عينيه شايفانا وحش قوي، ولكن اللي كتبوه الدكاتره في التحاليل والاشعه بيقول كانسر، والكانسر بيموت، لكن الاحتياجات الماديه والايام الجايه ايام صعبه وهيغلوا الحاجه. غير ان اللي عينينا شايفاه، اللي بنسمعه بيتقال لنا، اتى بالخوف الى قلوبنا. في ناس يا احبائي الايام دي
ماشية في وادي أشكول، وادي الخوف، عايشة بالخوف، عايشة بالرعب، عايشة بأزمات الاحتياجات، عايشة خايفة من المرض وخايفة من بكرة وخايفة على عيالها وخايفة وخايفة وخايفة. غير أن تقارير اللي جات لي من الدكتور والأشعة والتحاليل وحساب البنك واللي هيعملوه في شهر 7 ويغلوا مش عارف إيه ويغلوا إيه، وادي أشكول. ده مش إله جبال فقط يا أحبة، ده إله أودية. القائل لك لا تخف، أنا أعينك، أنا الممسك بيمينك، القائل لك لا تخف، في احتياج ما تخافش، في مرض ما تخافش، هتصدقني ولا هتصدق التقارير ولا هتصدق اللي عينيك شايفاك. تخيل الشعب دخل قالوا الأرض حقا إنها تفيض لبنا وعسلا، وده الدليل. غير أن عارفين إحنا وإحنا بنرنم هي نفس الفكرة، أنت صالح أنت صالح أنت صالح، أنت ومكسرين الدنيا وتسقيف وعياط، وأول ما عينينا تشوف أو تقرأ أو تلمس غير أن. في ناس عايشة في وادي غير أن، وادي الخوف. رب عايز يطلعك من وادي الخوف، ربنا عايز يطلعك من وادي أشكول. يمكن في ناس ربنا عايز يطلعها من وادي سديم، وادي الخطية والهروب والسقوط، بس في ناس ثانية ربنا عايز يطلعها من وادي الخوف، الخوف من بكرة، الخوف من المرض، الخوف من الاحتياج، الخوف انك ما تحققش دعوة الله في حياتك. عارفين ربنا اتكلم للكنيسة من اكتر من 40 سنة لخدامها زمان، دهم وعد ان البلد دي هتكون بتاعته، قال لهم كده، قال لهم كده. بس مرات اللي عينينا شافته احنا الجيل اللي بعديهم مستحيل، دول هيقطعونا، دول هيعملوا، الواقع بيقول غير كده. ربنا يطلعنا من وادي أشكول عشان ندخل أرض الموعد، عشان نمتلك الأرض اللي ربنا اتكلم عليها. قل له طلعني من وادي أشكول يا رب، طلعني من وادي أشكول. وادي ثالث بسرعة، في صمويل الأول أصحاح 17، قصة مشهورة جدا، قصة جليات اللي بيعاير شعب الله لمدة 40 يوم. وجليات بصراحة حاجة كده تخوف، تخوف تشوفه كده، بالذات الأحجام بتاعتنا دي والأطوال بتاعتنا احنا المصريين، لما تقف قدام جليات يعني بصراحة تجري، ركبك تخبط فيك. هقرأ لك آيتين من صمويل الأول 17 عدد 2 عن وادي اسمه وادي البطن. وادي البطن، واجتمع شاول ورجال إسرائيل ونزلوا في وادي البطن واصطفوا للحرب للقاء الفلسطينيين، وكان الفلسطينيون وقوفا على جبل من هنا وإسرائيل وقوفا على جبل من هناك والوادي بينهما. اسرح معايا بخيالك، شعب الله واقف في جنب، الفلسطينيين واقفين في جنب، وبينهم وادي اسمه وادي الايه؟ البطن. عارفين ده وادي ايه؟ وادي النزاعات، وادي النزاعات. مرات بنكتس في حياتنا في نزاعات مع أقرب الناس إلينا، أبقى أنا واقف هنا ومراتي واقفة هنا، في نزاع. ودي مش مشيئة ربنا لبيوتنا ولا لعلاقتنا، أن يكون هناك وادي بطن في اختلافات هو موجود في الوادي ده يقدر يحلها. يمكن نزاعات على ميراث، يمكن نزاعات مع إخوة، يمكن نزاعات على بيزنس، يمكن نزاعات على خدمة، نزاعات. في ناس بتجتاز الأيام دي في وادي اسمه وادي النزاعات، في بيوتها، في أشغالها، في خدمتها، في نزاع. وادي البطن، واقف هنا والتاني واقف هنا، بس هو موجود في وادي البطن ويحول هذا النزاع إلى صلح وسلام. بس كنت مظلوم يعرف يجيب لك حقك، كنت مظلوم يعرف يجيب لك حقك. ده اللي قاله داود، الرب الذي أنقذني من يد الأسد والدب ينقذني من يد الفلسطيني. لو مظلوم الرب ينقذك، ما تقلقش، في حد بينزعك وانت مظلوم الرب ينقذك. ولو انت بتتنازع مع اقرب الناس اليك، انت ومراتك، انت وعيالك، انت وقرايبك، بتتنازعوا على ميراث، بتتنازعوا على قرار، بتتنازعوا على اي شيء، الرب يصنع صلح لانه موجود في وادي البطن، اله اوديه مش اله جبال فقط. وادي تاني بسرعه اختم بيه، او اتنين بسرعه عشان اقول اللي ربنا حطه في قلبي.
مزمور 84 بيتكلم عن وادي تاني، وادي مشهور قوي اسمه وادي البكاء. طوبى لأناس عزهم بكاء، عابرين في وادي البكاء يصيرونه ينبوعا. إيه حكاية وادي البكاء؟ وادي البكاء ده وادي موجود، كان كل الحجاج اللي عايزين يروحوا أورشليم لازم يجتازوا ويعدوا ويمشوا في وادي البكاء. بكى وجاية من 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 بكاء فعلا وعياط يعني ودموع. الوادي ده مختلف شوية، عادة الوادي بيبقى حتة خصبة وفيها مية وكده، الوادي ده بالذات بقى محجر جدا ومليان تراب وعفارة، طريق صعب جدا انك تمشي فيه. وادي البكاء وادي كله أتعاب ومشقة والعفارة طلعة طول الوقت، مش قادر تتنفس كويس وانت ماشي في السكة دي. وفي ناس الأيام دي بتكتس في وادي الحزن، وادي البكاء، مش قادرة تفرح، مش قادرة تنتعش، مش قادرة تتعزى، فقدت حبيب، فقدت شخص غالي عليها، فقدت موضوع مهم بالنسبة لها، حزينة، وادي بكاء، دموعها نزلة طول الوقت، مش قادرة تتعزى، عايشة وماشية في وادي البكاء. الرب موجود في وادي البكاء ده وبيقول يا بخت الناس دي اللي قوتهم وهم فاقدين وهم محرومين وهم عندهم أحزان، يا بخت الناس دي اللي قوتهم هو ربنا. طوبى لأناس عزهم يعني قوتهم بيك، وهم ماشيين في وادي البكاء ده يحولونه أو يصيرونه ينبوعا، يحولوا الوادي اللي مليان أحزان لأفراح، في خسارة في حرمان بس في سلام في فرح في اختبار لحضور ربنا. وربنا طول الوقت في وادي البكاء ده عارف يعمل ايه؟ بينقلك من قوة إلى قوة، من نضج إلى نضج، من نضج إلى نضج، لغاية لما تقابله. عارفين لما نقابل ربنا في السماء مش هيهمه قوي احنا عملنا ايه وما عملناش ايه، مش لا لا، هيهمه قوي انت شخصيتك ونضجك وعكست صورة المسيح قد ايه. مش كده بيقول يرون قدام الله في صهيون، دول هيفضلوا يتغيروا ويتنقلوا من قوة لقوة لغاية لما يقفوا قدامه كاملين في المسيح. وادي البكاء. وادي أخير بسرعة اسمه وادي عخور في يشوع 7، قصة مأساوية لشعب الله. وعادة الأودية بتيجي بعد الجبال، يعني بعد انتصارات شديدة جدا في يشوع 6، بعد دخول أريحة، بعد سقوط الأسوار، بعد عبور الأردن، بعد معجزات هائلة قدام مدينة صغيرة اسمها عاي، حتى اسمها معناه كومة خراب، حاجة كده صغيرة تحتاجش أكتر من 3000 رجل يحاربوها. هزم شعب الله هزيمة مريرة، واتقتل 36 راجل، واتيتمت 36 امرأة وأطفال، حاجة مأساة. وسقط يشوع على وجهه وقال له رب، ربنا كلم يشوع قال له لماذا أنت سقط على وجهه، في وسطك حرام يا إسرائيل، انزع الحرام. ابتدى ربنا يدي كده تعليمات ليشوع يعمل إيه لغاية لما طلعوا المشكلة في شخص اسمه عخان ابن كرمي. ربنا حرم أريحة، قال ما حدش ياخد منها حاجة. الراجل ده خد رداء شناعريا ولسان ذهب وطمرهم في الأرض، حكى الحكاية. وفي يشوع 7 جابوه عند حتة كده عدد 25 بيقول فقال يشوع كيف قدرتنا؟ قال لعخان يقدرك الرب في هذا اليوم. فرجمه جميع إسرائيل بالحجارة وأحرقوهم بالنار إلخ إلى، ولذلك دعي اسم ذلك المكان وادي عخور. وادي عخور، وادي الذكريات المؤلمة، وادي الفشل. في ناس يمكن فشلت في أمور تحققها الأيام دي وانكسرت وحزينة، وادي الذكريات المؤلمة. الرب عايز يشفيك في الوادي ده، عايز يشفي الفشل اللي فيك، وعايز يشفي أثار الفشل وأثار الهزيمة، عايز يشفيها، عايز يعمل جبيرة بمحبته، عايز يدوي أثار الجرح. في ناس بتكتاس في وادي عخور وعمالة تبكي 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 مليانة بالحزن ولم بسبب الفشل بسبب الانكسار بسبب الهزيمة. الرب عايز يشفيك من ده. عايز أقول لك ثلاث حاجات بسرعة أختم بهم. إذا كنت بتكتاز في وادي السديم أو وادي أشكول أو وادي البطن أو وادي البكاء أو وادي عخور، مش عارف تعمل إيه إذا كنت بتكتس فيها الأيام دي أو لما تكتس فيها الأيام الجاية. أقول لك ثلاث نصايح، أقول لك ثلاث حاجات عملهم داود في مزمور 23، ثلاث أمور يساعدوك إنك تعيش في الوادي ده وتطلع منه، وإنت كمان موجود في الوادي ده تقدر تعيش دعوة الله لحياتك. ذكر نفسك وقول لنفسك إني مش لوحدي، ذكر نفسك
وقول لنفسك إنك مش لوحدك. مزمور 23 داود بيقول الكلمات دي: حتى إن صرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا. ليه مش خايف من ظل الموت؟ لأنك أنت معي. فكر نفسك كل يوم بالحق ده وانت في الوادي، انك مش لوحدك، ان ربنا معاك، انه موجود. غياب الحقيقة دي عننا واحنا نجتاز الوادي بتخلينا ننهار ونخرق في الوادي ونقطر في الوادي، لكن كل مرة تجتاز في وادي فكر نفسك انك مش لوحدك، ان ربنا معاك، وان ربنا عارف اللي بتجتاز فيه. يقول له كده في سفر رؤيا: لاني عارف، مش بس أعمالك وتعبك، عارف ما تجتاز فيه. عبارة مهمة جدا قالها داود، قال حتى إن صرت في وادي ظل الموت، وكده على جنب يعني كلنا هنجتاز في وادي ظل الموت sooner or later، قريب أو بعد سنين هنجتاز في وادي ظل الموت. كل البشر على كوكب الأرض سيجتازون في وادي ظل الموت. عمركم شفت حد ما ها؟ مفيش. كلنا هنجتاز في هذا الوادي. صدق انه معاك حتى في وادي ظل الموت، مفيش استثناء، كلنا سنجتاز في وادي ظل الموت. في حياتي فقدت ابويا، فقدت امي، فقدت عمامي، فقدت خال من الخلان، فقدت اصدقاء غاليين عليا قوي اصغر مني، فقدت احباء عشت معاهم سنين كتير، فقدت ناس كتير قوي. بالذات لما كنت عايش في كندا واسيس كنت بروح لناس على أسرة الموت، خلاص يعني هم ماشيين يعني كلها ساعات. كنت بروح الفنرال هوم وفتحين الصندوق وبنعدي عليهم تبص على الناس. اجتازت في وادي ظل الموت. صبح حتى تأمل في موضوع يعني إيه انصرته في وادي ظل الموت أنت معايا. يعني في ثلاث حاجات مهمة اكتشفتها عن الظل. الحقيقة الأولى إن الظل أكبر من الحقيقة، إن الظل أكبر من واقع الشيء. يعني لو حضرتك شفت عربية مقطورة ليها ظل هتلاقي ظل العربية أكبر من العربية نفسها، صح؟ أنت كمان لما تبص على أنا عشان ها لما ببص على ظلي بلاقي نفسي طويل قوي، يعني مش طويل بس الظل دي حقيقة شكله أكبر من واقعه. الحاجة التانية في الظل إن الظل لا يمكن أن يؤذيك. ظل الشيء لا يؤذيك. يعني لو عربية مقطورة ليها ظل وانت عديت أو جريت على الظل ده هتموت؟ هتتعور؟ لا هتموت وتعور لما تقف قدام المقطورة. لكن لو عديت على الظل، إن صرت في الظل ده، إن مشيت على الظل بتاع العربية المقطورة لن يؤذيك. ده اللي بيقوله داود: حتى إن صرت في وادي ظل الموت مش هتأذي، عشان ده ظل، عشان ده ظل. عارفين في ناس خايفة من الموت ليه؟ لأنها مش مستعدة تقابل ربنا، مش كده، مرعوبة. الحقيقة التالتة بقى واللي عايزكم تسمعوني فيها كويس قوي عن الظل: لا يوجد ظل بدون نور، مفيش ظل بدون نور. عمركم شفت ظل حاجة في حتة ضلمة؟ مفيش، لازم يبقى فيه نور عشان تشوف ظل الشيء. فمفيش ظل بدون نور. الظل هو الدليل القاطع على وجود النور. الظل هو الدليل القاطع على وجود النور. مفيش نور يبقى مفيش ظل، في ظل يبقى فيه نور. لو في ظل في حياتك تأكد ان ربنا موجود. لو في ظل اكتئاب، لو في ظل حزن، لو في ظل احتياج، لو في ظل مرض، تأكد ان النور موجود. تعمل ايه بقى وانت في الوادي ده؟ حاجة واحدة تعملها. احنا طول الوقت بصين على الظل ومرعوبين، حاجة واحدة بس تعملها: تلف كده وتبص على النور، تبص كده على النور، مش هتشوف الظل اللي بيخوفك. بس مش محتاج تعمل حاجة تانية، تلف وتبص على النور. الذين نظروا إليه استناروا، استناروا بيحط تحتها 500 خط، ووجوههم لم تخجل. استناروا، فهموا اللي بيجرى معاهم إيه، فهموا ليه هما بيجتازوا في الوادي، اتعلموا الدروس من الوادي، فهموا وتعزوا وتشافوا. استناروا، كل اللي عليك إنك تبص على النور. أنت مش لوحدك،
وجود الظل بتاع الاكتئاب والحزن والاحتياج بيؤكد ان الله موجود في الوادي، بس كل اللي عليك تبص عليه. الذين نظروا اليه، هو قال كده، انا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة. فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس. أضاء كل إنسان آتيا إلى العالم بنوره. فأي وادي من الخمس أودية دول، بص على المسيح تستنير. كفاية تبص على الظل وتقرأ التقرير والدكتور يقول لك مش عارف الأزمة إيه، لا قول له هبص عليك في السكة دي. تخيل لو أنت ماشي في نفق، فين النفق اللي بننزله ده؟ ليه بداية وليه نهاية؟ أكتر حاجة تطمنك وتشجعك إنك تخرج من نفق إن عينك على النور اللي آخر النفق. أكتر حاجة تطمنك إن عينك هنا على النور ده، فتقدر تمشي في النفق وتكمل لأنك عارف إن في إيه؟ في نور. خلي عينك على النور وإنت في الوادي، خلي عينك وعينك على النور، لأنه موجود، لأنه موجود، لأنه موجود. أيوب 12:22 بيقول كده، يكشف العمائق من الظلام ويخرج ظل الموت إلى النور. رهيبة، رهيبة على اللي ربنا بيعمله. يكشف العمائق في الظلام، وأنا في الوادي في الحتة الضلمة ربنا يوريني ويفضح ويكشف ويوريني السواد ويوريني الزفت اللي أنا فيه ويوريني حاجات عظيمة جدا ويخرجني من الموت للنور. ده إله الأودية، مش إله جبال زي ما إبليس بيقول. ده إله الأودية، ده إله الأودية. إشعياء 43:2 بيقول إذا اكتست في المياه فأنا معك، وفي الأنهار فلا تغمرك، إن مشيت في النار فلا تلدغ، واللهيب لا يحرقك. موجود، 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 موجود. اعمل زي أساف في مزمور 73، وأنت تجتاز الأودية، جعلت بالسيد الرب ملجئي. وأنا ماشي في الوادي هبقى أعمل وهمسك في الرب وخليه ملجئي. الحقيقة الأولى إنك مش لوحدك في الوادي، إنه ربنا موجود في الوادي، كل عليك تبص على النور. الحقيقة التانية تقولها لنفسك. كان عارفين في العلاج النفسي، يعني واحدة من طرق العلاج النفسي إنك تكلم نفسك، ده مش جنان، إحنا اللي بيكلم نفسه بنقول عليه مجنون، صح؟ لكن في مرات أنت عشان تعالج نفسك محتاج تكلم نفسك. كلم نفسك بالحقيقة دي إنه موجود، بس الحقيقة التانية مهمة قوي تقولها لنفسك طول الوقت. حتى وانت ماشي في الشارع وانت يقول عليك مجنون مش مهم، بس الحقيقه دي مهمه قوي، حق مهم قوي لو فهمته النهارده. تذكر وقول لنفسك ان الرب صالح. اوعى تنسى الحقيقه دي، اوعى تبطل تردد الحقيقه دي ان الرب صالح. ليه صالح؟ عشان ده هو كده، ذاته كده، طبيعته كده، صفاته كده. الله لا يستطيع ان يصنع الشر لخلقته والعمل ايديه، ما بيعرفش، ما بيعمل، ما فيهوش شر، ما يعرفش ينتج شر لانه صالح. فوانت في الوادي دي قول الرب صالح، الرب صالح، الرب صالح. اقعد قرر الحقيقه دي وقول ان الرب صالح. طب ايه الصلاح وانا في الوادي؟ ايه الصلاح وانا متالم وانا في وادي البكاء؟ ايه الصلاح وانا في وادي الهزيمه، وادي عخور والفشل؟ ايه الصلاح اللي ممكن اشوفه؟ عايز اقول لك حاجه، ربنا على قد انه مهتم بتعزيتنا من كلمته، كلمته فيها تعزيه وروحه بيعزينا، مهتم انه يعزينا، بس ده مش الالتيميت، مش ده الهدف النهائي بتاعه ان احنا نعيش على التعزيه. لا، ربنا هدفه انه يصنع شخصيات ناضجه سويه بتعكس حضوره وصفاته ومشاعره وعواطفه واحشائه. ده هدف ربنا، يعمل من كل واحد فينا مسيح. الوادي ده في صلاح الله بيعمل فيه اشياء وبيطلعك منها شخصيه زي الفل. اسمع كده في رومية 5 من عدد 3-5 بيقول إيه؟ وليس ذلك فقط، بل نفتخر أيضا في الضيقات. ليه يا عم تفتخر في الضيقات؟ علمين إن الضيق ينشئ صبرا، والصبر تزكية، والتزكية رجاء، والرجاء لا يغزى، لأن محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. في يا جماعة دروس وفي حاجات لا يمكن أن نتعلمها بالوعظ أو إحنا على الجبل، مش هنتعلمها، بس في دروس ربنا بيعلمها لنا في الوادي، في حاجات ربنا بيغيرها فينا في الوادي. عشان كده هو صالح، هو يهمه شخصيتك، هو يهمه حياتك. عشان كده لو سمح بالوادي أو بأودية كثيرة أو أودية مستمرة، الله يريد أن يغيرك. الصبر مش ممكن تتعلمه إلا في الوادي. لو عصك 100 وعظة عن الصبر مش هتتعلمه إلا في الوادي. لو عصك 1,000,000 وعظة عن التواضع عمرك ما هتتواضع. مرات تحتاج أن تكتس في الوادي لتتعلم الدرس ولا تتغير.
ولتتغير صلاتك ومشاعرك وأفكارك. علمين أن الضيق بينتج حاجات كويسة قوي صالح. مشكلتنا الصبر دي مش كده؟ تتعلمها في الوادي. بس هو إله أودية مش بيشوفك في الوادي يقولك اخصى عليك وقعت تعزفت كده ومهزوم وفاشل وسقطت في الثانوية العامة وما نجحتش في فمش كده. بينزل معاك ويعلمك يا حبيبي انت فشلت ليه؟ انت وقعت في الزفت ليه؟ عشان انت متكبر، عشان انت كذا، عشان تعال اعلمك وغيرك. ده اللي بيعمله ربنا لانه اب صالح 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 وصلاحه يقودك. كلوسي 1:11. عارف ايه الدليل الكلام ده حقيقي اللي انا بقوله لك؟ ان حضرتك اكتست في مليون وادي قبل كده ها ولسه موجود عشان هو كان موجود معك في الوادي. عارف لو ربنا مش موجود في وادي من الاوديه دي الله يرحمك من زمان، من زمان قوي، لانه كان موجود في الوادي حضرتك موجود النهارده. بص بيقول ايه في كلوسي 1:11: متقوين بكل قوه بحسب قدره مجده لكل صبر وطول اناه بفرح. يعني وانا في الوادي وانا في وقت الضيق وانا في وقت الضعف وانا في وقت التحديات وانا في وقت الاحتياجات وانا في وقت المرض في قوه ليك في معونه، لان اله الوادي موجود جوه الوادي بيقويك بحسب ايه؟ قوه مجده وقدره مجده، عشان يبقى عندك طول اناه وعندك صبر. مش بس كده، انت ممكن يبقى عندك طول اناه وصبر وحاطط ايدك على خدك في الوادي صح بفرح. ده محدش يعرف يعملها غير الهنا. مفيش اله الجبال واله الاوديه. قول لنفسك ان الرب صالح. قول اللي جنبك الرب صالح. قولها له بجد، قول له صالح. الرب صالح، الرب صالح. حاجه ثالثه بسرعه عشان نفسي ناخد وقت نصلي. حبيت اختم بيها لانها حاجه حلوه. في مكافأة، في مكافأة يا جماعة. الوادي والأودية، اللي بيكمل مع ربنا في الوادي، اللي لا يفقد إيمانه هو في الوادي، اللي بيقول الرب صالح هو في الوادي، اللي مصدق ربنا هو في الوادي، هناك مكافأة. بص في كرونس الثانية 4:17 بيقول: لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي. مكافأة أبدية. أسرح بخيالي كده لما نروح السماء. على فكرة أنا اكتست في أودية صعبة جدا 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 جدا، من أكتر الأودية اللي اكتست فيها لما نيفين عملت الحادثة، وهي كانت في كندا وأنا في مصر. ما قالوا ليش إيه اللي حصل، افتكرت إنها ماتت ومش عايزين يقولوا لي. بقيت زي المجنون، الطيارة عدت عليا كأنه ما أعرفش ظهر كامل. لقيت لما شفتها قلت له انت صالح. الدكتور قال لي ما نعرفش هتقدر تمشي تاني ولا لا على رجلها. قلت له انت صالح هتمشي. مشيت. مشيت. فين لما نروح السماء تقعد تفتكر كده الاوديه اللي اكتست فيها وتعبت، تقول ايه الهبل اللي انا كنت فيه ده. لما تشوف المجد العتيد ان يستعلن، لما تشوف المكافاه تقول يا ما كانتش تستاهل كل اللي انا عامله، ما كانتش تستاهل كل الالم والحزن والبكاء والنزاع والخناق، ما كانتش تستاهل، ما كانتش تستاهل. في مكافاه. خفت ضيقتنا الوقتيه، ضيقه الوادي تنشئ لنا ثقل مجد ابدي. ما تبصش على الأشياء التي ترى، عشان اللي ترى دي وقتية، هي سبب المشكلة، هي سبب الأزمة. ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى بل إلى التي لا ترى، لأن التي ترى وقتية محدودة بالزمن قوي قوي قوي، وهتروح مش تقودها معاك. ما تشوف هناك المجد تقول ياه ضيعت وقت وزعلت ناس، كسرت قلبي وقلب مراتي وقلب عيالي. في مجد وفي مكافأة الرب عايز
يديها لك. أنا خلصت. بس عايزين ناخد وقت نصلي. وعايزك تبقى صادق مع نفسك في الوقت اللي جاي. في ناس في وادي سديم. فأبار زفت. الرب يطلعك منها النهاردة. مزمور 107 بيقول عن الناس كانت موثقين بالذل والحديد. إبليس قافل عليهم. قافل. مش عارفين يقول صرخوا إلى الرب في ضيقهم. فخلصهم. وقطع قيودهم. وأخرجهم من الموت إلى النور. رب يقدر يعمل معاك النهاردة. وانت في الكنيسة وانت في البيت. في ناس بتكتاس في وادي الخوف النهاردة. الدكاترة قالوا لها قدامك شهور قدامك أيام. في كانسر. قالوا لك في كانسر. قالوا لك في كانسر. ما تخافش. وادي أشكول هو موجود. في وادي أشكول هو موجود. هو موجود. في ناس بتعدي في نزاعات في وادي البطن. رب يتكلم بالسلام النهاردة إلى قلبك. صدق صدق. في ناس في وادي البكاء عمالة تبكي. تبكي الناس اللي اختفت من حياتهم. رب يمسح دموعك النهاردة. خلي الدموع دي تحول الوادي ينبوع. تنتقل من قوة إلى قوة. من مجد إلى مجد. وادي الفشل. وادي عخور. وادي الانكسار. وادي الهزيمة. رب يقويك النهاردة متقوين بكل قوة. فتكمل وتنجح. ويغير ويحول الفشل إلى نجاح. هو قال كده. ووادي عخور بابا للرجاء. اسمحوا لي نقف عشان نصلي. ده أهم وقت في الاجتماع النهاردة. ده الوقت اللي فيه رب كلمك. رب كلمك عن الوادي. ده ظل. ده ظل. النور موجود. النور موجود. صدق النور موجود. هو مش إله الجبال فقط. هو إله الجبال والأودية. هو موجود في كل زمان وكل مكان. هو معاك. هو معاك في الوادي. هو معاك في الوادي. هو معاك تحت. هو معاك في الأزمة. هو معاك في البكاء. هو معاك في الفشل. هو معاك. هو معاك. هو معاك. كل اللي عليك تبص عليه النهاردة. تبص عليه النهاردة. كل اللي عليك تصرخ. تصرخ له النهاردة وتقول له حررني. اكسر قيودي يا رب. اكسر قيودي النهاردة. حررني يا رب من وادي سديم. يا رب من سدم حد. حررني من سدم حد. حررني النهاردة وفك القيود يا رب. كل علاقة مش قادر أقطعها. كل علاقة مش قادر أبطلها النهاردة. اكسر القيود من على حياتي. كل إدمان في حياتي النهاردة رب تحررني منه. أنت حررت كل اللي قابلتهم وأنا جاي أصرخ ليك النهاردة. حررني يا رب. حررني. حررني. ما عرفش الوادي بتاعك إيه النهاردة. لكن عايز كلنا نكلم ربنا في اللحظات دي. هنكتاس في الأودية. يمكن أنت مش في وادي النهاردة بس بكرة هتبقى في وادي. ويمكن النهاردة أنت بتكتاس في وادي. اصرخ للرب. اصرخ للرب. كلم ربنا. كلم ربنا. كلمه. كلمه. حتى إن صرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا. مش خايف عشان انت معايا. يديك هتشلني وتحملني. لن يأذيني الموت الجسدي. لن يأذيني. تحت ظل جناحيك. روح استخبى تحت ظل جناحيك. تخليكش في الوادي من غير حمايته. ما تمشيش في الوادي من غير حمايته. أسكن تحت ظل جناحيك. أعرف معنى السلام في حلمك. سيحل الظلام لكنني لن أخاف تحت ظل جناحيك. اعلن إيمانك. تحت ظلي جناحيك.
دلوقتي كلنا في الكنيسة نغمض عينينا من فضلكم، خلينا كلنا نغمض عينينا. ولو أنت النهاردة بتكتاز في وادي سديم أو سدم، محتاج لمسة حرية النهاردة وكلنا مغمضين عينينا، ارفع إيدك عشان عايز أصلي من أجلك. لو أنت واقع في أبار زفت ومحتاج حرية النهاردة، ارفع إيدك، ربي يحررك. لو أنت بتكتاز في وادي أشكول، وادي الخوف، ارفع إيدك، قالوا لك صعب، قالوا لك مستحيل، الأيام بتقول لك الدنيا واقفة، ارفع إيدك عشان عايز أصلي لك. لو أنت في وادي أشكول أو وادي سديم، خليك رفع إيدك، نزلهاش. لو أنت في وادي البطن، وادي النزاعات، مفيش سلام والبيت مفهوش سلام، في مشاكل مع عيلتك ومع إخواتك على ميراث على غيره، ارفع إيدك برضو، ارفع إيدك. لو أنت في وادي البكاء، وادي الحزن والنحيب، ارفع إيدك عشان عايز أصلي من أجلك. لو وادي الفشل، فشلت، ارفع ايدك، الرب يحررك. عايزين وقت نقضي وقت في الصلاه، نفس اللي رفع ايده يحب يطلع قدام، احنا عايزين نصلي معاك وخدام الاجتماع والرعايه يصلي معاك، وتعالوا انا عايز اصلي النهارده، عندنا ربع ساعه نصلي النهارده، نصلي نصلي، نقول له افتح عينينا على وجودك يا رب في الوادي، افتح عينينا على صلاحك، افتح عينينا على قوتك ومحبتك. لو دي صلاتك تعالى قدام، تعالى قدام عايز اصلي لك. ناس كتير رفعت ايديها، كل رفع ايده تعالى قدام، ما تتكسفش ما تتكسفش، عايزين نصلي النهارده، عايزين النهارده يوم مختلف، يوم مختلف النهارده، تصدق انه معاك في الوادي، معاك في الازمه، معاك في الازمنه الصعبه، معاك في الضيقات. هو مش إله الجبال بس، هو إله الأودية أيضا. تعال قدام ما تكسفش، تعالي قدام، تعال تعال، خلونا نصلي. تحصل انفراجة النهاردة باسم المسيح، عينك تتفتح على النور وعينيك تتفتح على النور النهاردة، يحصل حرية النهاردة من وادي سديم، ناس تطلع من الوادي المظلم من الأبار ديا، تطلع تطلع للنور وتطلع للحياة، تطلع من خوفك النهارده وتتشجع، وان كل اللي بيقولوه الدكاتره ولا اللي بيقولوه الناس، قلبك يمتلئ بالايمان النهارده وتنال معجزه منه النهارده، وان النزاعات النهارده تخف والاختلافات تخف، والرب يتكلم بسلام على قلوبنا. تعالى ما تتكسفش، قربوا قدام عشان الناس اللي عايزه تطلع، قربوا قدام. نفس الخدام ورعاه الاجتماع اطلعوا صلوا مع الناس، ده وقت صلاه، ده وقت صلاه، عايزين نصلي النهارده، عايزين نشجع بعض، عايزين نقف جنب بعض، عايزين النهارده لمسه الهيه لناس كتيره. ما عارف، في ناس كتيرة رفعت إيديها تقريباً الكنيسة كلها، لكن لو مش قادر تطلع ارفع إيدك واستقبل صلاة من الرعاة وهم بيصلوا في اللحظات دي، واللي طلعوا قدام الخدام هيصلوا معاك. حتى وانت في الجاليري مش قادر تنزل، ارفع إيدك، ارفع إيدك. شفت ناس كتيرة قوي قوي رفع إيديها. أشكرك، أشكرك لأنك موجود، لأنك صالح، أشكرك لأنك موجود يا رب مش بعيد. النهاردة بنقول لإبليس أنت كذاب، هو موجود معنا في الوادي، هو ما اختفاش من المشهد، هو موجود، هو موجود. أشكرك، أشكرك. تعال لأولادك وبناتك يا رب الأيام دي، تعال في كل نفق مظلم، تعال في كل أزمة، تعال في كل خوف، تعال في كل نزاع يا رب، تعال في كل قيود النهاردة وحرر واكسر القيود يا سيدنا الرب، واصنع رحمة مع أولادك وبناتك النهاردة. احنا جايين تحت ظل جناحيك، جايين نقول إنك صالح يا رب، أنت صالح، قطعت القيود، اقطع القيود النهاردة، الناس المقيدة والصينة تتحرر باسم المسيح يا رب. بصلي حرية من الإدمان يا رب، إدمان المخدرات وإدمان الكحوليات، إدمان العلاقات الجنسية، إدمان العادات، إدمان العمل يا رب، حرر حرر واكسر القيود النهاردة، اقطع القيود النهاردة باسم المسيح. والآن أنت بيننا ولست عنا بعيد، فاسمع لنا واملأنا بروحك من جديد، فتهتفا أعماقنا ومعك شيئا لا أريد، ويشهد سلوكنا بأنك رب مجيد. والآن ولست عنا ببعيد، بس موجود واملأنا، اشكرك اشكرك، بروحك من جديد، فتهتف أعماقنا ومعك شيئا لا نريد، ويشهد سلوكنا
رب الآن. فك وحل، حل من كل ربط وكل قلب في جمود بلمستك يحال الله. أنت بالحب تسود، أنت تهدم الأسوار وتخلص من يعود. عايزك واحنا بنصلي في اللحظات دي قول له محتاج لمسة قوية يا رب، مشتاق الآن للمسة قوية، محتاج لعملك فيا النهاردة. اطلب لمسة قوية وانت في الوادي النهاردة، وانت في حالة ضعف، في حالة خوار، وانت في حالة خوف، وانت في حالة حزن. اطلب اللمسة النهاردة اللي تغيرك، اطلب اللمسة اللي تغيرك، اطلب اللمسة اللي تطلعك من الإحساس بالحزن والبكاء والاضطراب. اطلب لمسة من ربنا، قول له مشتاق لعملك فيا الآن يا رب، مشتاق. صلي معايا، صلي معايا اللي ما طلعتش قدامه عارف ان عندك احتياج ورفعت ايدك. صلي قول له محتاج لمسة النهاردة يا رب، محتاج لمسة. مشتاق لعملك فيا، محتاج للمسة قوية. تعال بحبك، تعال بحبك الآن يا رب، تعال غرقنا في محبتك يا رب، قلبي علمك علينا محبة الآن يا رب. فأشبع قلبك بزفح حبي، تعال برعشك في كل عظامي، روحك يملا دلوقتي. الرب راعي وسلامي، ده راعيك، لو اخترته يبقى راعيك هيبقى راعيك، لو هو مش راعيك صعب قوي تشوفه في الوادي، صعب قوي تشوف النور.
مش كده داود قال له ربي راعية، الرب راعية. عايزك تتأكد ان الرب راعيك، اتأكد. لو مش متأكد قوله بختارك تكون الراعي بتاعي النهاردة، تكون سر سلامي، سر فرحي. ربي راعي وسلامي، عمري ما احتاج لي سواه. عارف ليه هو إله الأودية؟ عارف ليه هو موجود في الأودية؟ عارف هو ليه لازم يكون في الأودية؟ عشان حضرتك وحضرتك على قلبه عزيز، ما قدرش يسيبك في الوادي لوحدك، لأنه بيحبك عشان أنت غالي على قلبه. مش كده هو في الوادي؟
عندي حاجة كده الروح القدس قالها لي وأنا بكلمكم دلوقتي. في ناس خايفة من الوحدة وإن جوزها يموت ويختفي. ما تخافيش يا بنتي، أنا أكون معك، أنا أكون معك.